حد السامرية هو الحد الرابع من الصوم الكبير، واللي بيتقري فيه إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع. اختارت الكنيسة نفس القراءة علشان تكون موضوع الحد الثالث من الخمسين المقدسة، وبيتعاد كمان مرة في عيد حلول الروح القدس. ولأن كنيستنا بتوظف القرايات على حسب المناسبة، ففي كل مرة بيتقري الإنجيل ده الكنيسة بتركز على معنى مختلف. فمثلاً في الصيام الكبير بنركز على توبة السامرية وقوة الحدث نفسه، وفي عيد حلول الروح القدس أو صلاة السجدة زي ما الكنيسة بتسميها بنركز على الجزء بتاع الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. أما بقى في الخمسين فالموضوع الرئيسي هو أن السيد المسيح وحده هو ينبوع الحياة لكل عطشان. يسوع قال للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا له فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية. المياه هنا هي رمز المواهب الروح القدس، وهي عطايا مش بمكيال ولا فلوس، لكن هي عطايا تعطى مجاناً للي بيدور عليها وبيشتاق لها. لو كان عندك استعداد ربنا يقدر يخلي البير ما يفضاش أبداً، تاخد منه كل يوم، والله ينبوع الحياة يقدر يديك بفيض وبغنى.